استأجرت ثلاث عائلات منزلاً صغيراً في بيروت. يعمل الأزواج نهاراً في أشغال متواضعة لتأمين الإيجار البالغ 600 دولار. أما الأطفال فيعانون نقصاً في الحليب والحاجات الأساسية. أيام زمان لقينا حليب، حط مي وحط معلقة سكر، بصير طعمته حلوة بالنسبة له، فبيشربها. يواجه اللاجئون السوريون في لبنان تراجعاً في الخدمات الطبية والاستشفائية. زوج هذه السيدة مصاب بأمراض بالقلب وأصيب بوعكة صحية قبل أيام. ما قدرنا ناخده على المشفى، يأشر لنا بإيده أنه لا، لأنه مجرد أنه دخلنا المشفى بدون تأمين أو بدون ما يكون معك مصاري خلوك تموت على الباب، ما بيدخلوك لأنه الطبابي هون غالي. تحاول الجمعيات الأهلية في لبنان تعويض النقص في مجال الطبابة. الدولة لا تتكفل بعلاج ولكن تساهم بجزء بسيط، وإتمام هذه العمليات والعلاجات تقوم بها الهيئات الغير الحكومية الموجودة، وخصوصا الهيئات الخيرية الموجودة على مستوى لبنان. تشكو المؤسسات من ضعف التنسيق فيما بينها، ما يؤدي إلى سوء توزيع المساعدات على اللاجئين السوريين. طول مدة إقامة اللاجئين وضعف الإمكانات في لبنان بالإضافة إلى ازدياد أعداد اللاجئين السوريين، كلها عوامل تساهم بتردي الوضع الإنساني لهؤلاء في لبنان. إيهاب العقلي، سكاي نيوز عربية، بيروت.